الفرق بين المدرسة العمومية والخصوصية. فاش كتبغي تاخذ ورقة الدخول في المدرسة العمومية؟ السلام استاذ. ما كنتش اش بغيتي؟ ويلي 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 هذا الحمار هذا دوخني دابا ما عرفتش واش كتشوف هذه الصفحة ولا هذه الصفحة. الدحش هذا قولي اش بغيتي؟ خلاص بغيتها بيا استاذ باش ندخل نقرا. لحقاش البارح غيبت واحد نص ساعة، كنت تعطلت وتسد عليا الباب، لحقاش كان عندي واحد المشكل. وكتقولها بوجهك حمار، وجهك هذاك ولا كفاك، هذاك عام سلف ومحال واش يكون وجهك. ياك ما بغيتي نتلاقاوك بالدقايق أيام، ونتلاقاوك حدا الباب بالحليب والتمر، ونقول لك مرحبا بيك. وسيف حالك سيف، راك عارف القانون ديال المدرسة، إلا غيبتي ما كايناش بيي. عخوش من القرايه وخصك تفهم استاذ ما غيبتش لخاطري. الوالده ديالي ماتت، والوالد ديالي مات حتى هو. الدار اللي كنا ساكنين فيها غابت علينا وماتوا كاملين، بقيت انا اللي حي. وكان جاي عندي خالي وجدتي وجداتي، هما يديروا اكسيده في الطريق تقلبات بهم الطوموبيل، ماتوا حتى هما. بقيت دابا انا يتيم بوحدي. شوفكم معانا اجي قاشي فيا وخاكك ما تاخذش بيه. تسيب حالك، شوف تتجيب لي جدك من القبر الله يرحمه، وهذيك الساعه يوقف قدامي عاد نقد نفكر نعطيك بي. اجي شتي كتشوف فيا بحال ما عجباتكش هضرتي؟ لا صافي ما بقالك والو ضربني، دخلت عليك بالله تتجي ضربني. اجي ضربني زيد زيد. وسيب حالك وسيب حالك سيب حالك. ولدي مزيان تبارك الله قال لك بي، شي انا نموت وما نعطيكمش بي. ما كتب اش بغيتي؟ بيي؟ سيف حالك ستينا ما كايناش بيي، سالات لينا. جبتي معاك باك؟ باش عرفتو انا باك؟ يلا باش عرفتو انا باك؟ تخاف تكون جايبو عن الزرقاء. سير تدير تحاليل لاداين واجي ديك الساعة تاخذ بيي. يلا سير كلب عليا. وفاش كتبغي تاخذ ورقة الدخول في المدرسة الخصوصية؟ واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولدي قول لي اش كاين؟ اش حاب الخاطر؟ ياك لاباس بعدا؟ لا لا والو والو، بغيتها بي ورقة الدخول. كنت مغيب واحد السيمانة ودابا عاد جيت. سيمانة كاملة؟ ولكن علاش يا ولدي؟ واش كان عندك شي مشكل؟ غير قنطت في هاد المدرسة، لحقاش راك عارف كتجيب لي الملام ما فيها ما يدار، قلت نرتاح شوية في الدار. اجي بعدا؟ شتي بحال اللي كتسولني فيك انت. لا ولدي غير ما فهمتينيش، ما كنسولكش بغيت نساعدك الا كان عندك شي مشكل. لا شتي بحال اللي دخلتي ليا في الخصوصيه ديالي، ارتحيتي ليا ياك؟ بحال اللي بغيتي تصاحب معايا نبقى نقول لك فين دخلت فين خرجت ياك؟ لا ولدي راك غلط بلاتي نشرح ليك. لا انت اللي راك غلط، قاس كتسولني فيك انت وتسوقك. قولي انت يلا فيك انت الباح، قولي دابا فيك انت فيك انت. كنت الباحي في الدار مع لا فامي جالس نتغدى والله جاب الصح. لا فامي وعلاش تعطلتي اليوم في الصباح؟ فين كنتي؟ ما كنتيش جاي نيشان. هاد الطريق اللي كنجي منها كانت عامه وكانت واحد الكسيده عليها باش تعطلت. كان عليك الطريق ماشي سوقي، تنقص من فوق الطوموبيلات ولا تجي على رجلك، ماشي تبقى تسنى الكسيده تتسالي. مزيان تبارك الله، شوف غادي تخرج عليا وما تجي تجيبوها لي امرك. ولكن اولدي علاش غنجيبوها لي امري؟ انا هو الحارس العام هنا في المدرسه. بصح ما تديش عليا عاد حمست شويه، ولكن هاد المره بقى تلتزم بالوقت. هاك ما كتلتزمش اخي عندها عندك. المهم انا خديت هاد الورقه ديال الدخول، غادي نكتب فيها الوقت اللي بغيت ندخل والوقت اللي بغيت نخرج صافي. وبقى تدخل سوق راسك باش تسولني فيك انت. زياد تبارك الله صافي ولدي والله ما نبقى نسولك. طلق بعد هاد الكاس. هذا نعناع ولا شيبه؟ لا فيه الشيبه. وعلاش دايروا بالشيبه؟ علاش عارفني علاش تعجبني شي شيبه؟ هاد المرة صايبو بالنعناع، سمعتي؟ صافي ولدي واخا كل هاني، غنصايبو نعيط لك، ما تعرف حتى تصايب اتاي بحال بحال وجهك. اجي بعدا، وقف وقف. هانا جلس وقف جلس وقف عاود وقف. ها حصلتك، قلت لك وقف وجلسي، ما بقيتيش كدير خدمتك مزيان، صافي انت كبرتي خصك تخرج. والمدير شنو نقولها؟ لا ولدي اجي الله يهديك غتخرج عليا.